إذا قيل ما هي الفوائد المتعلقة بالتوحيد من قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير؟ القطمير هي القشرة البيضاء التي تحيط بنواة التمر، ونواة التمر ذكر الله عز وجل ما يتعلق بها في كتابه من حيث القطمير ومن حيث النقير ومن حيث الفتيل، ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا. فالقطمير هي القشرة البيضاء التي تحيط بنواة التمر، والنقير هي النقرة التي تكون في ظهر النواة، والفتيل هو الخط الممتد في بطن النواة. فهؤلاء الذين يعبدون من دون الله عز وجل ما يملكون القشرة البيضاء المحيطة بنواة التمر، فكيف يعبدون من دون الله عز وجل؟ فإذا قيل إن الواقع يشهد بأنهم يملكون ما هو أعظم من القطمير، فقل هذا الملك الذي بين أيديهم ملك قاصر، لأن الله جل وعلا هو الذي أعطاهم إياه، ولو شاء لسلبه جل وعلا منهم، بل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وعلى افتراض أنهم لو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم يوم القيامة، وهذا عليه أدلة كثيرة، ولا ينبئك مثل خبير وهو الله عز وجل، فكيف يعبد هؤلاء من دون الله عز وجل؟